ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتأكيد حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفت النهاردة هي مقدمة النشرة الإخبارية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية يوميا، وتتميز بأن المية عندها أساسي، مع أن احنا كتير بنشتكي أن احنا ما بنهتمش بشربنا للماء. هي المية دي أهم من الأكل على السفرة، أكلها بقدر الإمكان بيكون هيلث بنسبة 80%. مامتها طبخة شاطرة جدا في العيلة ومعروفة بتعلم كتير، يعني خيرها على الكل. طبعا ضيفت النهارده الإعلامية الأستاذة إيمان منصور. اتفضلي يا أستاذة إيمان. مساء الخير يا شيف مغازي. مساء النور، منوراني يا ست الكل. رمضان كريم. الله أكرم. أهلا كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة، نورتيني. الله يخليك. طبعا ما ينفعش برنامجنا في رمضان يخلص أو ما يكونش حضرتك ضيفة معانا. وشك حلو علينا خليك. من أربع سنين. أنا كنت سنين. معاك فعلا في أول حلقة في أكلة أمي. بنفس المكان. في نفس المكان ده. أيوه. لا وحلقاتك كلها موفقه بجد. الحمد لله ومتابعينك كتير يا شيف مغازي. فاكره حضرتك اليوم ده؟ طبعا عملنا سنين. ملوخيه وكمان والله أيوة. ما شاء الله عليك. كان اول يوم لينا هوا. كان اول يوم لينا وقلنا اكله امي، طبيعي الناس كلها يعني معظمها في اول رمضان. ايه رئيس البرنامج؟ الملوخيه طبق اساسي فيها. اسم البرنامج احلى حاجه في البرنامج اسمه بصراحه، لان بجد. كلنا اكله امهاتنا غاليه على قلوبنا وما بنتعلمش غيرها في حياتنا. احلى اكل لاي حد في الدنيا واكل امه. وبمناسبه ان احنا ما بنتعلمش غيرها في حياتنا، الاستاذه ايمان اتعلمت ايه من ماما؟ والله انا يعني مش شاطره قوي في الطبيخ، ما اقدرش انافس. مفيش منافسه يعني. لا مفيش اي نوع من انواع المنافسه الحقيقه، بس هي يعني دايما كانت بتقول لي ان هي اتعلمت من عند ربنا، يعني مفيش حد علمها، هي اللي علمت نفسها بنفسها. بنفسها حبها للمطبخ. حبها للمطبخ، وكمان في حاجه عندها وبتهيألي عند كل الامهات، ان هم سبحان الله ايدهم فيها بركه يا شيف مغازي. يعني حتى لما تيجي توصف لك اكله مش بتقول لك معيار محدد، هي بتحطها بالبركه. هو ده. بتطلع مظبوطه سبحان الله. وانا شغال كده على فكره. والله. عندك مفيش كوبايه فريك، مفيش نص كوبايه رز، لا خالص. اقول فريك وخلاص او رز وخلاص. هي بالخبره. وخلاص. بالخبره. والبركه اللي حضرتك قلت عليها ده مهم جدا. والبركه طبعا اكيد. نورتيني. الله يخليك. بمناسبه بقى انك انت يعني برضو عندك خبره ودقيقه شويه، وانا عارفك منظمه جدا. معانا ماتيريال النهارده. حلو. انا بقدر كده هغششك بصراحه يعني. يعني قلبي بيحن. يا ريت. معانا شطره. معانا لحمه هوبر او قطع يعني. تمام. دي لحمه ضاني. ومعانا فريك. حلو. والفريك ما يحبش شريك يا استاذه ايمان. صح. طب يبقى الاكله دي اسمها ايه؟ ده طاجن فريك باللحمه. العب. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 تمام اهو. كويس اهو. طيب تمام.